أنا لازم أكلم سرعة سرعة وسكر تليفون. أما هذا فواز يجي بيت يمسك كارونا قول لا يقول قدام أما إقبال فواز يجي بيت في بعض رجال معاه واحد. أما لا لا كزنا روح ويا هنوف زوجة فواز. شنو؟ أنت ما يعرف أما؟ هنوف قول أنت يعرف. أما أما أنت الله يخليك تعالي بسرعة تعالي في كوف. إيه أما طبعا في غرف مقفولة بس خذها مني. ما شاء الله المساحات دبل اللي شفتهم، بس ما علي المفاتيح ويا الوالدة. عادي ما علي. انزين الحين نزل تحت في بعد غرفة أنا ما وريتك إياها، وبعدها الديوانية. تفضل. ايش رايك؟ قلت لك هالغرفة هذه كبيرة وفي بعد غيرهم ثنتين أكبر. هلا حجية، أكيد أنتين فواز. في غرفتين ما شفناهم. فواز يقول إن مفاتيحهم عندك. يا يما يا حبيبتي ذكري الله، ماكو شيء يصير من وراك. صاحبي دلال قاعد وياي بالديوانيه، قلت له دامك هني ابيك تدش البيت تسومه تشوف ايش كثر يسوى، ترى من باب الفضول بس. حصه؟ لا يما هذه حور. الو فواز، خلصت شغلك مع الدلال؟ ايه خلص شغله وباجي غرفتين، غرفتي وغرفة المكتب، وان شاء الله انا بعطي المفاتيح حق فواز. باكر انتي واختك تكونون عندي في المستشفى الصبح انتي يمع هناك علشان الدلال على راحته يشوف الغرف بالبيت. الله لا يعوزني لك، الله لا يقطني من حيلي، الله لا يقطني من حيلي ولا يعوزني لا لك ولا لخواتك. شوي شوي ماما، شوي 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 ماما. هلا يمه. هلا حبيبتي. هلا يمه شلونكم زينين؟ مساء الخير. هلا هنوف باشر، ان شاء الله انا بمر عيالكم اخذهم امشيهم شوي يطلعون معاي علشان باكر ريلك ان شاء الله بيجيب دلال حق بيتكم يشوفه يسومه يعاينه يشوف الغرف عدل علشان ما يظلمنا بالسوم. يا يبا حكي فاضي، ايش دلاله؟ صدقتي انت. اخذي العيال توكل على الله. يلا يمه يلا. استغفر الله. ايش في هذه؟ معصبه علشان امي قالت لها باكر الدلال بيجينا البيت. صجعت؟ ماكو شغل، شنو مينونه بيع بيتي؟ زين امي وينها؟ في مكتبها. وشنو قالت؟ وافقت ولا لا؟ هي اعطتني فتشة اشرح لها. اي بعد من حقها، المره دشت لقت الدلال ببيتها، حتى ما مهدنا لها طريق. اي كله منكم انتو، انا مو منبه عليكم قايل لكم امي ما تطلع من المستشفى لين ادق عليكم. بس كسر حسك. ايش ترون عنها؟ فجاه ما لقيناها هناك، شو نسوي يعني؟ زين انت وصلت هنوف ما تقول لها شيء؟ ايه يبقى قايل لها. عيل شلون رجعت؟ البيت هو وطن صغير نشعر بين جدرانه بالأمان، ومتى ما تم التعامل مع هذا الوطن على أنه شيء مؤقت ستفقد الشعور بهذا الأمان. لا تطولين لسانك، لا سفرك الحين. بعد فوق شينك، قمت عينك الى الحصه. انت شلون تمدين يدينك عليها؟ احنا من امتى كان طق اسلوبنا؟ هي صح. انت
ما أعتقد أن كارونا تستاهل الطق. ما وصلت لمرحلة من الوقاحة أن إحنا نمد ديننا عليها. شو ذا ما تستاهل؟ لا شيخين علينا، ترك صاحة قدامة. بسكم عنصرية، بسكم عنصرية، خلاص. ما اختارت هذه المرة أنها تغرب، ولا أنتوا تعبتوا علشان تلقون اللي يخدمكم؟ بعدين هذه أرزاق قسمها رب العالمين علينا. يما هذه خدامة، يعني يا هني عشان راحتنا. رديها ديرتها وأنا أجيب لك ألف واحدة أحسن منها. سكتي، لا باكر تشوفين عيالك يندلون عشان لقمة عيشهم. سكتي أحسن لك. بعدين هذه أحسن منكم مليون مرة، أحسن منكم بأخلاقها. على الأقل في طيحة أبوكم هي اللي وقفت معاي، مو أنتوا. يما أنا بغيتك تعرفين عن بيعة البيت بطريقة أحسن من كذي، بس هالخدامة هذه اللي توقفت. وتقني ممكن أوافق على بيعة البيت إلا بعد موتي؟ بصراحة يا أبو بدر، مو أنا ما أقدر أنطر أكثر من كذي، فلا تحرجوني. أبو سالم، إيش دعوة يبي؟ ترى إحنا ما طلبنا شيء، ترى إحنا يبغى نبي منك بس مهلة شهرين على ما سدد قرضي واخذ قرض جديد واعطيك نسبتي من راس المال. بس يا ابو بدر، مشروع مثل هذا المفروض ما يتعطل ولازم انفذه اخر الشهر. اي بس شلون بتشيله بروحك؟ منو قال بشيله بروحي؟ تبون اقول لكم كم عرض جايني وكم واحد عارض علي شاركني بالمشروع؟ اي بس المشروع هذا انا وفواز اصحاب فكرته، احنا اللي حطينا دراسه الجدوى ورتبنا كل الامور. ما عليه، بس المشاريع عمرها ما كانت افكار على ورق. وأنا احترام لكم كونكم أصحاب الفكرة، بعطيكم مهلة شهر واحد، وغير كذي أنا ما أقدر. صج ما ضيفناكم، شو تحبون تشربون؟ على ذوقك. صدق ما توقعت شريكك هذا خبيث؟ يا معودة، لا هو خبيث ولا شيء. تبين الصج؟ الرجال قال الصج. الرجال صار له فترة حاط راس ماله، واحنا لطعناه بما فيه الكفاية يعني. زين فواز، عفية، كلم البنك مالك، يعني خليه يعطونك القرض ابشر. يا يبدي عبارك، انا ما حاولت، والله حاولت فيهم بس ماكو فايدة. يا معودة خليها على الله، خيرها بغيرها. شنو اللي خيرها بغيرها؟ انا ما اسمح لان يبوك فكرتي. ايش فيك انت؟ خلاص انا بكلم امي، والله هذا مستقبلي ومستقبل عيالي، ما اسمح انه يضيع كذي عشان بيت قديم كل الغرف اللي فيه مصككه. لا بدر، الله يخليك، مهما كان هذول خواتك وما بي أكون أنا سبب في طلعتهم من بيتهم، الله يخليك. لا يا أخبال، مو بيتهم، هذا بيتي. تدرين أن هذه فوسية قبل أخذك مسكتني بالإيدي اللي تعورني؟ أنا ما أدري شنو الأسباب، بس أيامها ما عندي ولا فلس من وين أدبر لهم. حاولت وشقيت تعبت، حفرت في الصخر ليه ما عضيتهم، ولا كان الحين علوم. هلا، أشو إن لحقنا عليك. خير؟ عاملين حسابك معانا على العشاء؟ لا بعد عمري، ما تقصرين، تدرين أنا راعية سكر وما تعشى. إيش دعوة عاد يا أم فواز، كلي معانا. صدقيني ما أقدر. خالتي إيش دعوة عاد؟ إحنا شرينا الأكل وخلاص. إذا هذا أعطي حق حور وعيالها. عيالها؟ حور يا أمي مو متزوجة، ما عندها عيال. قلت لك يمه. إيش دراني أنا، عبالي تسأل عن حصة.
انت النيت راسك هذا ما في عقل. ليش يما؟ ايش طالب انا؟ ام فواز ونعم فيها. يا يما انت بتتزوج البنت ولا بتتزوج ام فواز؟ يما يقول المثل ان بغيت البنت انشد عن امها، وام فواز وبنتها واحد. يا يما ام فواز والنعم فيها، صدقني لو مو ام فواز قالت لي ان هذه بنتها ما اصدق. هذه نسره. نسره يما انت فكري بالموضوع وهدي بالك. وين بنلقى ناس ظروفهم نفس ظروفنا؟ اي ظروف؟ ابوها وابوي. انت من صدقك انت؟ لان ابوك نايم يم ابوها بالمستشفى، خلاص تروح تزوجها؟ خلاص صلي على النبي. اللهم صل وسلم عليه. شنو؟ يما انت من صدقك؟ بعد انا بعرف هذا شلون يتجرى ويخطبني عقب اللي صار. المهم شو اقول حق امه؟ طبعا لا. بعدين مو تقعدين تقولي رفيجتي وبنحرج وبستحي منها؟ لا بالعكس، كذي انا كسبتها. قاعد اقول لك انا مو موافقه. احسن علشان ما خسر، هل انت تصلحي له ولا هو يصلح لك؟